نص الناس بحياتي خداعين وبياعين وعملوا كل اللي فيهم، حتى ولادك يا حصيصة، حتى ولادك يا حصيصة بديعة. او ماي جاد، وفاحت ريحة الباروت وهلا بطلات الأسود يلي دايما تسود. حبيت هجرة، قوم يحط عليها اكس، قوم يخبطه بالمطرقة، بعدين شو يسوي؟ طلعه فتفته في شي، حط عليه دائرة حمراء. يعني وشو هو؟ وش ذا الحجر اللي ينكسر بسهولة؟ واو، والله كساره، شال الحجار وطلع شي زي الكورة. شنو هذا؟ زلحفات؟ قوم يخبطه بمطرقة، قوم يكسر نصين. ذهب! اوه، طلع ذهبات. لو تبيعه بيصير مليون ألف دولار، هذا بيصير غاني. قم يكسر نصين. وين ذا المكان؟ علمني، والله ما راح أخبر أحد، دلني، صدقني، خلنا نتشارك الأرباح. يتبدي عنده مكان فيه ذهبات، يقوم يكسره بالمطرقة. يتب شكله هذا ذهب كثير، هذا ذهب قارون ولا إيش؟ واو، خبطوا غوايش وسلاسل ومدري وشو. اوه، شكله ذا سعره تريليون. وتبديه قرعه كبير عملاقه، معقوله ما لعبوا بجيناته؟ اول مره اشوف قرعه بهالحجم الكبير، هذه تكفي مو بعائله، تكفي قبايل. قوم يسوي منها، ادخل فيه، صار بيت. حبايت، هذه موز، كميه موز كثيره برضو، هذه تخليك تعيش، وهذا خس كبير. وش ذا القرية اللي كلها أشياء كبيرة، فواكه وخضروات، وهذه طاحت من كبر القرع الثاني بعد، هذاك أكبر صراحة، بس من الجميع يعني. تبدي الله يشيله وياكله، يا بس تكسر سنونك. يقوم يطلع فجلة كبيرة بعد، وتسبديه وينظفه. ما شاء الله، هذول ما يجوعون، خلاص الخضروات مليانة. حبايت، كل شيء كبير. وتبدي حفرة جوال ووسخ وقذر ومعفن، قم حط عليه غرة ومسدس، والله هذا لو تحط عليه راسك ما ينشال. نشوف وش تخليه توصل للمرحلة ذي، المخرج وصيخ. وتبدي حول ولا قوة إلا بالله، شكله مغسلة من مليون ألف تريليون سنة. طلعوا بعد به، ما نفع. جاب علبة وش يحط فيها؟ قام حطه بالحفرة ذيك حقت المغسل، عرفتوها؟ حذر يا محذر، تخلط اللون الوردي مع اللون الأزرق يطلع ايش؟ بنفثي. أزرق؟ ما حبيت. تخلط اللون الأصفر مع الأخضر النيلي يطلع ايش؟ يطلع أخضر خضار. يا حبايت، صح. تخلط اللون البنفسجي مع اللون الأخضر يطلع بنفسجي بعد، أزرق. ما حبيت. طالع تخلط اللون الأصفر الأحمر يطلع أورنج برتقال. حبايت. طيب تخلط اللون الأحمر مع اللون الأزرق يطلع برضو أورنج بنفسجي. ما حبيت، جلتش. تخلط اللون الاخضر مع اللون البنفسجي يطلع رمادي، شفته من تحت. غشيت. واو، اللون حلو. تخلط اللون الازرق مع اللون الاسود يطلع ايش؟ يطلع اسود بنفسجي غامق. حبيت. وش الطيور اللي لونها وردي ورهم يتحركون كانهم مستحيات؟ وتبدي دقة وإتقان حتى بدون ما يهمل، يمشون كل واحد. مادة غريبة، لو تحطه بالمكان اللي فيه حديد يذوب الحديد ويكسره. طبعا هذا حبيبنا قال جرب على لابتوبه، ولابتوبه وداه الحياة. واتساب دي صار قراطيس. ما حبيت. لكن لما تحطه باليد والحيمة ما يصير له شيء كبير، ما يصير شيء باليد، غريبة. تلعب فيه بعد زي سلايم. لكن لما تحطه على كوكا كولا يذوب ويصير فتافيت. نشوف، يلا افغص. حبيت، راح افغصية. ابي هالمادة وما ادري وشو، فضية، ويقوم ينطبطه
وذا يحطه بحديده ويصير فتافيت. انت بتحطه بتلزن ابوك والله يضرب كف، ولا بلابتوب اختك والله بلابتوب يويلك ويلا. بسم الله، كانه سوسه كالوكل. حط ملعقه الحديد، اختفت الملعقه صارت سكين وراحت كل شيء. شو المهد الغريبه ذي؟ جنيه. واو اوه، قام يحكحك لسانه والله، حتى قطعوا واختاروا الدنيا. قم يلا ضب لسانك بس. وش ذا اللي قطعه؟ يطلع منه زي الثقوب، سمك، خيار معفن، والله ما ادري الصراحة. بس قطعها بشكل شرايح وهي كأنها هي تلحق السكين مو بسكين يلحقها. شنو هذا؟ حتى تقطيعها غريب، ما يحتاج يقطع. وتسبتي كأنه الحيمة، تنه ثعبان. وراي مغطى، بعدين دورهم، بعدين حط دقيق وخلطة، شكله بيغمسهم بيسوي ميكس اف ام. هذه تاكلها، حط حبوب بركة وجابة، سوى خبيزة وشكله بينثرهم. بعدين حط خبزة ثانية طرف ثاني، وحط عليها الخضروات والمدري ايش. وش بيسوي ذا؟ قام غطاهم. واتساب دي، هذا لو تعطيني بريال والله ما اكله، ما حبيت. بيض ويفقشها مع التراب، يخلط البيض مع التراب، شو بتسوي انت؟ تبي تموت نفسك؟ حط البيض فوق الجدار مدري حصات، وقام يبسهم، حط بيوض ياكلهم ولا ايش يسوي؟ ولا يقوم يسوي بنا من البيض، يطلع بيتك مخيس. طيب صنع بيوت من البيض، حط عليه بلوكات، وحط عليه نباتات، وحط عليه ذا ما شاء الله تبارك الله. وقام كسر الحجرة وقطعهم حتت حتت، وجاب التربة وجاب الموية، وقام يفغصهم برجلينه ويعبي موية ويفغص ويفغص. سوى منه تبن، جاب التبن حطه بصندوق خشبي ويليسهم. بعدين يسوي مكعبات طينية، بعدين يقوم يجيب يلمسهم بالاسمنت ويحط عليه مع الحجار عشان يبسهم مع بعض ويشبكهم. بعدين صنع باقات ورود وحطوا عطرهم ما شاء الله. طيب شغلك زين، وشلون تخيل شغلك بالبيض؟ وشلون ذبحت حط سمكات؟ ماتت السمكات من ريحة البيض، يخرب بيت. بس خلينا نشوف بعدين ايش سوى. قطيوة قاعد تقول قاعد فوق راس قطيوة، تحسبوا وكل تحسبوا الحيمات. ما شاء الله تبارك، هذا عايش مع الطبيعة، كله أصدقاء وحيوانات وأنيمولز. لا تخبط القط بالغلط، لا تخبطها. قام سوى بيت مثل ما توقع، تخشبه. طيب ما في ترخيص، ما في شيء، ما يجونك يقولك يلا قض بيتك، يخرب بيتك. صوى حبيت والله مو بهي، بس الريحة اف اف. حط معطر، حط لاو. قام تحطه بصحين وتنثره انه توت، وتقوم تخبطه الي ما يتفتفت. شو بتسوي فيه يا ربي؟ فتفتته وجابت تتوقع حليب وميلك، وقامت تخلطه مع الحلاوة الي ما يتفتفت. بعدين جابت بودرة غريبة وحطته وخلطته. وش بتسوي فيه؟ اشخالته وطلعت الحلاوة الباقية، وصار زي كريم سايل ثقيل. والله سوت منه آيس كريم، يا سلام سلم. والحين بتبيعه $500,000. حبيت شكله شهي. بتجيب القالب وتحط عليه الصوص، تحط عليه اللوبيري أو طلع رجال. حبيت لبس بنكه. صديقنا الكوري قرر انه يصير فينوم، جاب المادة الغريبة ذي. بس لازم تجيب معه حديدة علشان تحطها بصبعك وتشبكها مع بعض. بعدين لازم تلبس قفاز لانه يجيب لك انرجي وحساسية. الحين يوم ربط السلاسل، واو يلا قم البس القفاز، يلا قم. شرى قفاز جديد، كل شيء يشتري جديد يعجبني، يطلبها اوردر وتوصلها بسرعة، وحنا نقعد سنين ما توصلنا ما شاء الله. لبس القفاز. طيب الحديدة مركبة من زمان، في حديدة ثانية انا ما ادري شو وضعها،
2 3 2 اكس يلا حطه شوف صار فينوم واو وشلون انت بلا تتحول علينا احنا ما ندري ما نقصر عنك ما نلقى واحد بغير ملابس غيرك حبيت فينوم.